في الحياة كنعيشوا أحداث زوينة وأحداث خيبة، مرة ضحكين ومرة باكين. الضحكة ولا الدموع اللي كيخرجوا من عينينا كيعاونونا باش نخرجوا داك الشيء اللي كنحسوا به، نفاجيو على راسنا، نخفوا من الألم ديالنا. ولكن اللي ما كيضحكوش ولا اللي ما كيبكيوش ما كيعنيش أنهم ما كيحسوش ولا ما عندهمش مشاعر. الفيلم ديال اليوم فيلم يبكي فيه للي ما بقى يقدر يبكي. الفيلم ديال اليوم هو شيخ جاكسون، فيلم مصري ديال 2018 من إخراج عمر سلامة. مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال سوليما بودكاست. كالعادة هاد التحليل غادي يدخل في التفاصيل اللي تقدر تحرق لكم الفيلم، إذن إلا ما تفرجتوش سيروا تفرجوا عاد رجعوا. قبل ما ندخلوا في القصة ديال الفيلم كنت باغي غير نتناقشوا في واحد القضية يمكن فينا كاملين. كنتلاقاو مع بزاف ديال الناس وكنحكموا عليهم من المظهر الخارجي ديالهم، خصوصا الا كانوا هاد الناس كيعبروا على الافكار ديالهم من اللباس. فاش كتشوف شي واحد واشم ولا لابس الكحل وشعره طويل، من غير اننا كنستنتجوا انه عنده مع الميتال، كنحطوه في واحد الخانه اللي بالنسبه لنا منطقيه، بحال واش كيصلي ولا لا، واش عنده مع الحريات ولا لا، الى اخره. بحالو بحال فاش كنشوفو شي واحد لحيه واخا عارفين ان الحكم المسبق ماشي مزيان ويقدر يكون غلط، الدماغ ديالنا بحال الا قلنا اوتوماتيكمون كيبدا يفكر ويحط تيكيات على بنادم. واحد من الامور اللي قليل فينا اللي كيديرها هو ياخذ خطوات اللور ويطرح على راسه السؤال، شكون هو هذا الشخص بالغض النظر على الشكل ديالو، ولا سؤال واحد اخر ولا سؤال حسن، كيفاش حتى هذا الشخص وصل لهذه المرحله من حياته؟ لان الناس ما كتزادش باللحيه ولا بالوشام، ولكن الحياه والتجارب والظروف هي اللي كتكون شكون حنا في هذه اللحظه دابا. وكل واحد فينا والطريق ديالو، كل واحد فينا والاسباب ديالو، وكل واحد فينا والمعاناه اللي داز منها. شيخ جاكسون هو الفيلم كيهضر على قصة ديال شيخ ما بقاش قادر يبكي. كنشوفوا الشيخ خالد وهو دايز من أزمة نفسية في حياته، من بعد ما اتخذ واحد الطريق اللي فيها التضحية من أجل الدين والحياة ما بعد الموت، وفي لحظة اللي تخيل مع راسه أنه ولد من جديد، غادي يرجعوا عليه المشاكل والأحاسيس اللي ما واجهاش وقرر أنه يمحيها. في الحياة حتى حاجة ما كتخبى، وطال الوقت ولا قصار ما كتمشي حتى كترجع عليك. الحاجة اللي ما واجهناهاش راها كتبقى معلقة كتسنى فينا. الشيخ خالد ما بقاش كيبكي من بعد ما سمع الخبر ديال الموت ديال مايكل جاكسون. الخبر هو وفاة كينج اوف بوب مايكل جاكسون. الخبر الحاجه اللي تقدر تبان لنا شويه كاريكاتوريه، هاد الشيخ كان كيبغي مايكل ودابا تزعزع من سمع انه مات، الوغ كو راه هاد السيد نهار رب اللحية ما بقاش كيتصنت ليه كاع. الموت ديال مايكل جاكسون هي غير واحد الرمز، واحد السيمبول اللي كيفتح لنا الباب ديال شكون هو فعلا الشيخ خالد، وكيفاش توصل لهذه العيادة مع طبيبة نفسية. في الفيلم ما كاينش اغنيه واحده ديال مايكل جاكسون، لان الحقوق ديال الموسيقى ديالو غاليين، الشيء اللي صراحه ما كيهمش. فاش غادي نبداو نعرفوا الشخصيه ديال خالد اكثر، غادي نفهموا ان الحب ديالو لمايكل جا كاداه باش يتقرب من الكراش ديالو في المدرسه، هي اللي عرفته بمايكل وهو اهتم به باش يعجبها. طريقه باش القصه كتعاود بحال الا كنقشروا البصله غلاف مورا غلاف، كنتبعوا الشيخ في الزمن الحاضر وكنرجعوا عند الطفوله ديالو والمراهقه باش نفهموا التركيبه النفسيه ديالو.
هاد الشيخ وقبل ما يولي شيخ كبر في واحد المحيط دايرين به الناس المؤمنة، ولكن الإيمان ديالهم ماشي بحال بحال. كاين باه اللي كيآمن بالدنيا وخالو اللي كيآمن بالآخرة. باش نفتح قوس ونسدو دغيا، الغرض ديال هاد الفيلم وكيفاش شفتو ماشي هو أنه ينتقد الدين ولا ينتقد المحبين للحياة. هاد النقطة كتبقى سطحية ومن دون أي أهمية. فاش كنشوفوا هاد الجوج ديال الاشخاص اللي تربى خالد في ظلهم، القاسم المشترك بيناتهم هو ان باه بحال خالو متطرفين في داك الشيء اللي كيامنوا به. تعرف ايه الفرق بيني وبين ابوك؟ ان ابوك بيقول ان محدش ضامن يعيش لحد بكره، عشان كده لازم يعيش حياته النهارده. صح، هو عنده حق، محدش ضامن بكره، عشان كده لازم نعمل لربنا النهارده. خالد فاش ما تسمو تعرض لصدمة صعيبة على طفل في السن ديالو أنه يدوز منها، وفي عوض أنه يلقى المواساة في باه لقى شخص قاصح وغير متفاهم. الحاجة الوحيدة اللي كتهمو هي أنه يطلع خالد راجل ويكون كابابل، شي حاجة أخرى راها غير ممكنة. الأب ديال خالد كيبغي ولده ولكن ما كيعرفش كيفاش يعبر عن المشاعر ديالو. داكشي علاش الباب ديال بيت خالد لعب واحد الدور باش يرمز لينا الانغلاق ديالو. ورا الباب المسدود بالساقطه كيقدر يكون فعلا هو، ولكن فاش الباب كيتحل كيولي دميه في الدبوه. فاش كتوصل به القضيه لغايه الياس، والا كانت هذه الحياه ما مديوراش ليه، اللهم يوجد الحياه الاخره. تحت التاثير ديال خالو كيولي منغمس في العباده لدرجه انه كينعس تحت الفراش باش يولف على القبر. ولا كيفكر في الموت اكثر من الحياه، ولا كيفكر في الموت لدرجه المرض. فاش مراتو كتسولو فوقاش غادي يحلوا الكرتونات ديال الرحيل وفوقاش غادي يأتشوا دارهم، كيقول ليها بالله الدنيا غي دايزة. ان شاء الله فترة قليلة وهيبقى عندنا بيتنا. صح؟ ان شاء الله. وبعدين هي تفكري بيتنا اللي في الجنة احسن ولا ايه؟ الشيخ جاكسون عنده واحد الخاتم بحال ديال داك ديال التسابيح اللي فيه جوج ديال البطونات، بطونة خضراء فاش كيدير الحسنة وحمراء فاش كيدير خطيئة. الاستعمال ديالو لهذا الجهاز كيخلينا نتعرفوا على كيفاش كيحكم على الافعال ديالو. هذا الطريق اللي خدا مع خالو خلاته يتجرد من كل شيء، والعلاقه ديالو مع الدين اللي بالنسبه ليه صادقه راه ولات غير عمليه حسابيه، بحال شي كونطابل كيوجد البيلون ديال حياته من بعد الموت. يعني داك الشيء ولا عنده بحال الماط. يعني انت دلوقتي لو قسمت الرقم اللي انت هتعيشه مثلا، هتعيش 1000 سنة، 2 مليون سنة، لو قسمتهم على الانفينيتي اللي هو ما لا نهايه، هيديك برضو صفر، النتيجه صفر. فاهم؟ حتى في الفيلم كنشوفوه كيستعمل عمليات حسابيه باش يقنع الناس من الاختيارات ديالو. فاحنا كل اللي عايشينه ده، كل اللي احنا عايشينه ده في الاخر نتيجته صفر، يعني بلا قيمه بالنسبه للاخره. فاهم قصدي؟ هذيك العملية الحسابية اللي كنكتشفوا من بعد في القصة كانت الطريقة ديال خالو باش يقنعوا بين قوسين بالهداية. فاش كيموت مايكل كاع هاد الصراعات اللي داز منهم كيعاود يخرج، الحب ديالو الشيرين، الحب ديالو للموسيقى والشطيح، وكيتفكر شكون هو ديال بصح، ماشي شنو ولا، تحت التأثير ديال الخوف. اولا الخوف ديالو من باه فاش كان عايش معاه، والخوف من الاخره فاش كان مع خالو. كيتفكر بالله سميتو خالد. سالت امي يعني ايه اسم خالد، قالت لي خالد يعني واحد هيعيش على طول. وحتى الا ما كانش يمكن للواحد انه يخلد في الدنيا، يقدر يقرر انه يكون خالد واخا غير اللحظه في حياته فاش كيتصالح مع شكون هو. هاد الفيلم بالنسبة لي هو فيلم على التصالح مع النفس، وهو فيلم على الاعتدال
في داكشي اللي كنديروا في حياتنا، لان التطرف الفكري سواء كان بدافع ديني ايديولوجي ولا حاجه اخرى ما يمكن غير النتيجه ديالو تكون متطرفه. الانسان صعيب يكون يا مزيان يا خايب، الشخصيه ديالنا معقده اكثر من هكا، وكل واحد فينا عنده نوانسز. داكشي علاش الواحد فاش كيتصالح مع راسو عاد كيرتاح. واحد الصوره اللي عجبتني في الفيلم هي فاش الشيخ جاكسون كيخلي الفوقيه ديالو واللحيه ديالو وكيلبس الطربوش ديال مايكل وكيشطح. هذيك الصوره كتعبر على التقبل ديال كومبلكسيتي ديال الشخصيه ديالو. واحد اللحظه اللي كنشوفوه فاينلي ان بيس. البحث على المسار ديال اي واحد فينا يقدر يكون طريق صعيبه، خصوصا الا كانوا دايرين بينا ناس اللي بغاونا نكبروا في الصوره ديالهم نشبهوا لهم. الحياه تقدر تكون سهله علينا كاملين الا عرفنا كيفاش نعبروا على نفسنا. بحال فاش خالد كيعاود يتصالح مع باه، وباه تيفسر ليه بالله هو ومو اللي ماتت كان الفرق بيناتهم انها هي كانت حنينه من برا ولكن ثابته في الداخل ديالها، وهو لحقاش ما بغاش يعترف بالضعف ديالو، كان قاصح من برا ولكن هشيش من الداخل. عارف انا بحب المانجا ليه؟ عشان بتفكرني بامك، طريه من برا وصلبه جدا من جوه. انا بقى زي جوز هند، صلب جدا من برا بس لما بيكسر يسيل. الشجاعة ماشي هي العضلات والعنف، الشجاعة هي أنك تقبل راسك كيف ما كنت. هذا الفيلم صراحة عجبني بزاف ونتمنى أنه يعجبكم تنتوما، ولكن هذا الفيلم بالنسبة لي فيه واحد المفخرة خاصة لحقاش ساوند ديزاين ديالو دارته واحدة من أكثر الناس موهبة اللي كنعرفهم واللي هي سارة قدوري، خصوصا ان الصوت لعب واحد الدور مهم باش يترجم لينا كيفاش خالد كان كيحس براسو، بحال ديك اللقطه فين تستعمل البرويطاج ديال الاصلاح ديال الطوموبيل باش يعاود يفكروا في مايكل جاكسون. كنت درت مع ساره واحد اللقاء شحال هادي، راه يمكن لكم تشوفوا الحلقه الكامله في هذه القناه ولا غادي نخلي لكم الرابط في الديسكريبشن. شكرا للتتبع ديالكم لهذه الحلقه ديال سوليما بودكاست، نتلاقاو نهار الحد باش نناقشوا التعليقات ديالكم في سوليما فولو اب، ونهار الاربعاء الجاي في تحليل جديد. تهلاو في راسكم.